مرض جديد خرج فلاشين، إذا عندك كمامة غير خبيها دير أبوني وتبعني. فلاشين مركز الأمراض وجميع أفزاعية، أنا خرج مرض جديد ما نباليش يشكله وبلكله وبيضة على الديناصور هاد المرة. المهم خرج مرض جديد وقال لك يعطاكي الرئة والحالات غير يطلعوا وقل 6000 حالة في النهار. المهم ما تخلعوش، درت فيديو باش نحذركم برك بس كل حق الأوروبا ويقول لك يقيس بزاف الدراري المراهقين ما بين 5 إلى 15 سنة. المهم راح نحكي حاجة مهمة، كما على بالكم بزاف قالوا بلي كوفيد مخدوم وداروه باش ينقصوا العالم، نظرية المؤامرة صح يظهر لي هنا راكم غالطين، كاين بزاف أمراض جاو قبله كيما الحمى الإسبانية والكوليرا وهادو قتلوا أكثر منه. كيفاش تما هما تاني داروا هاد الشيء؟ يا ودي مكتوب من عند ربي، إذا زعما داروا مؤامرة بالك راح تكون تضخيم برك، كيما الكوفيد الأخر ضخموه زعما تاع منع السفر وتاع لازم لك تلبس كمامة كل دقيقة. بزاف قالوا بلي الكمامة كانت من أسباب ارتفاع معدلات الكورونا المرة اللي فاتت، والله أعلم. كاش طبيب هنا يقول لنا، انتوما واش رأيكم؟